سيد رئيس الجمعية خير المحترم، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة حقيقة بالدور ديالي بغيت أنا نشكر السادة الباحثين والباحثات، وقبل من هذا الشيء بغيت نقدم واحد الشكر ديالي كبير للسادة أعوان السلطة اللي في الحقيقة قاموا بواحد المواكبة لهاد الناس الباحثين، وعلى رأسهم السيد القائد اللي كان تابعهم في المواكب اللي كان معاهم في إدارة الواجبات ديال الإطعام والإرشادات ديالو والتوجيهات ديالو. وكنتمنى في الحقيقة هو كما قال السيد القائد والسيد الرئيس أن هو واحد بحال قلنا واحد البصمة، هذا العمل هذا ديالكم راه بصمة لهذا المجلس خلال الكلية ديالو في برنامج العمل ديالو، إلا كان فعلا نيت ناجح راه بالفضل ديالكم. وفي الحقيقة هي كانت واحد الفرصة بيناتكم باش أنكم تعرفوا بيناتكم، وشفت بأن كان واحد الجو اللي هو رائع في ذوك الأيام، وكان واحد الانسجام كبير بين الباحثين والباحثات. إذا كنتمنى إن شاء الله أن يكون الهدف اللي استطاع الجمعة هو من خلال هذا جمع المعطيات أن يكون فعلا واحد ثمرة من خلال هذا البرنامج إن شاء الله.